لوحديها يا جدعان. وين في ايه؟ وايه اللي بيحصل بيه؟ اتفضل يا استاذ جلال، خد عربيتك وامشي. جلال؟ عارف اسمي كمان؟ عربيتك سليمه، فرملت اليد كانت في زرجنا. اتفضل اركب. طب وال وليه؟ لا امسك جلدي يا روح ما بعدك روح ليهم رب. بتشرب شاي؟ ما تتفضل معانا، خليك زي ما انت لغايه اللي جوه ما يخرجوا. بقى ده معقول يا سعاده البيه؟ الجتت اللي ملقحه جوه دي تخرج؟ طب واللي مش جتت؟ نعم انا عملت المستحيل عشان اوصل الحياه دي يا شهيره. انا كنت متاكده من كده يا سامي، كنت متاكده. خبير البصمات صاحبي اكد لي ان البصمه اللي خدناها للجثه ملهاش اي علاقه بالبصمه اللي خدناها من على الحيطه. تتعاطى ليه دلوقتي؟ المفروض خبر زياده يفرحك. طب بابا فين يا سامي؟ والبوليس ليه بيقول انه مات؟ ومين اللي ورا ده كله؟ هو ده السر اللي انا عايز اعرفه. انا مصمم الف مره اكتر من الاول انا لازم اوصل له. صدقتني يا سامي؟ قولي صدقت نفسك. ضروري اقابل عقيد كمال. ضروري افهمه ان انا صح وانه مغرور وانه بطل الحركات اللي بيعملها معايا. لا احنا لازم نتحرك لوحدنا من غير ما حد يعرف يا سامي. اللي عملناه ده تدخل في عمل البوليس، مؤكد هيضايقه لو عرف. نتحرك ازاي واحنا عاملين زي اللي عايشين في حاره سد مقفله من كل ناحيه زي الضمره؟ انت هتتراجع تاني يا سامي؟ انا معاك وتحت امرك في اي لحظه يا شهير. كلميني عن المرحوم، عن صحابه، عن حياته. احنا في عرض اي خيط يوصلنا الحقيقه. اخر ليله قبل الحادثه ما دخلش المعمل، حاول يقعد معايا طول الوقت، كلمني في حاجات كتير عمره ما كلمني عنها. لسه سمع صوته في وداني وهو بيقول اني اعمل حاجات كتير علشان مستقبلي، ودلوقتي جه دوري علشان اعتمد على نفسي. كان بيتكلم وعينه جواها دمعه، ما صدقتش انها موجوده. لبس هدومه واخد شنطه صغيره في ايده، كان ماسكها زي العيل الصغير اللي خايف على شنطه المدرسه لحد يخطفها منه. بابا كان بيتصرف زي ما يكون اخر مره هيشوفني فيها. ما تيجي نغير الموضوع. ها بابا هو خارج بسني يا سامي. ده تصرف طبيعي ممكن يعمله اي اب مع بنته. ده تصرف عاطفي عمره ما عمله، كانت كل تصرفاته بالعقل وبالعلم. بابا عمره ما كان عاطفي. تتصور ان عمره ما بسني وانا صغيره ولا وانا كبيره؟ ويوم ما بسني كانت اخر مره اشوفه فيها. مش ممكن، لازم في سر ورا تصرفاته دي له علاقه بالحد. طب كفاية كده. قصدي الحد مش قادرة منها دموعي. أنا متأسفة يا سامي. تعرفي نفسي أعمل معاكي زي ما كنت بعمل مع منى أختي لما بتعيط. إزاي؟ بالزعل ولا حاجة؟ أستاذ سامي وهدان ساكن هنا؟ أيوه بس هو مش موجود دلوقتي.
حضرتك الآن يسموني أخت، مش كده؟ تعرفيني كمان؟ حد ما يعرفش القمر. احنا هنفضل واقفين هنا على الباب؟ اتفضلي. الحقيقة ما اعرفش ما قلتلكيش اتفضلي ازاي. اتفضلي. ما عشان ما تقصديش انا قلتها بنفسي، ولا ابقى غلطان؟ يا خبر، اتفضلي استريحي. كنت احب اقابل الاستاذ سام لو ما يضايقكيش اسال ليه، اصلا ما بيخبيش عني حاجة، وبعدين ما قاليش ان يعرف ست حلوة تجنن كده. هو فعلا ما يعرفنيش، لكن انا اعرفها. افهم من كده ان سام اخويا له معجبين زي نجوم السينما؟ الاستاذ سامي محفظته وقعت منه، انا كنت ارجعها له لو مش هيتاخر. تسمحي لي استنى؟ بقالنا ساعة بندور ما اعترناش في اي ورقة فينا. كل شيء في حياة بابا كان غامض. هو كان غامض بعقل. مفيش غير اخر ليلة كان قاعد معايا، سمعته بيكلم واحد اكتر من مرة. وسكت على نقطة مهمة زي دي ازاي؟ كان بيقولوا ايه؟ الراجل اللي كان بيكلمه اسمه ايه؟ بيقول له ايه؟ ما سمعتش. مش كان قاعد معاكي بتقولي؟ لا، ايوه بس اخد التليفون وراح بعيد، وكان بيتكلم بهمس. استنى استنى. افتكرت. اللي كان بيكلمه كان اسمه حاجة المرجوشي. في بني ادم في الدنيا اسمه حاجة المرجوشي؟ مش كده يا ثاني. يعني اسمه الاولاني ما سمعتوش، لكن اسمه الثاني المرجوشي. في الامر لله. ندور من الاول على اي ورقه يكون فيها معلومات عن سحاج المرجوش. بطلي لعبه ودوري. ثاني بص بص، الظرف ده مكتوب عليه اسمه وعنوانه. عطاطا المرجوش الفلكي. ياك من بدري. اهلا وسهلا. وانا في الحقيقه لو اعرف ان في حد مستنيني ما كنتش اتاخرت. ايه ده؟ وحلوه كده؟ ده انا ما كنتش خراب. الظاهر الاستاذ سامي مجامل زيك يا نسمه. ابدا، ده انت اللي متواضعه خالص. انا محفظه حضرتك لقيتها. اتفضل. برافو عليك. الحقيقه انا مش عارف اشكرك ازاي. يعني عرفت الاسم منها، قلت فرصه اجي اتعرف عليك. انا كنت زعلان قوي على الاوراق المهمه اللي فيها. على فكره انا قارئه قديمه لمقالتك يا استاذ سامي. ده انا بيقرا لي جمال ده كله. انا النهارده حتى كل يوم. بقول يا منى، انت مش عندك بروفة النهارده باين. اه صحيح. طب عن اذنكم هغير هدوم. لا ابدا، براحتك. اهلا اهلا. طب استاذن انت بقى. ده كلام حد يقول كده؟ بقى بعد ما بقينا لوحدينا وهنبتدي نرغي تقومي تستاذني؟ بعدين عنوانها